في الحقيقه انا شفتها بمنظر تاني خالص، انا شفتها بمشهد تاني خالص، ان الناس نازله في مظاهره حب وتأييد وتأكيد على ثقتهم في الرئيس مره تانيه، يعني اهو ما فيش انتخابات رئاسيه ولا في انتخابات برلمانيه، لكن الناس نازله. يعني انا وانا بتكلم مع الناس البسطاء، خلي بالك ان الناس البسطاء بينزلوا هم هدفهم اهداف مختلفه عن المثقفين، يعني وانت بتكلمهم بيقول لك ما بينزلوش. لا بينزلوا بس في الحقيقه، يعني بالذات النهارده كان معظم اللي موجودين على اللجان كانوا من الناس البسطاء، فانت حاسس انها مظاهره حب للرئيس للي جاي، هم عندهم امال كبيره في اللي جاي، ده اللي مخليهم ينزلوا، ده اللي مخليهم وتجديد الثقه في الرئيس. يعني تخيل ان هم نازلين يقول لك احنا مش عايزين حد غيره، رغم انها يعني فيها حاجات كتيره غير يعني غير التعديلات كتيره، لكن الناس البسطاء حاطين في دماغهم ان الرئيس هو المنقذ اللي جاي، هو اللي هيحقق لهم امالهم وامال ولادهم في اللي جاي. دي حقيقه يعني من المشهد اللي انا، لان انا النهارده مثلا نزلت كذا حي شعبي وتفقدت كذا يعني دائره انتخابيه او لقيت الناس فعلا بحب شديد جدا وزخم شديد. يعني احنا بنقول ايه، احنا كنا متخيلين ان اول يوم هيبقى في لسه فاضل يومين الكاس. لا مش فاضل يومين كمان، النهارده اجازه النهارده اجازه والناس بتحب تقعد في، انما بكره يعني هيبقى الاقبال اشد أكبر. اشد تاني، الناس نازله طبيعي ولازم تطلع تنزل من شغلها، هتروح اللجان واللي هيطلع من صلاه هيروح اللجان وهكذا. فلا انا النهارده وجدت ان في اعداد كبيره جدا وازدحام يمكن ما شفتوش في تمام في اي انتخابات اخرى.